المشاركون الكرام، لن يسلم البعض حتى يسلم الجميع. بهذه الكلمات أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على ضرورة التضامن التام والتعاون، ليس فقط بين مجموعة دول الـ20 التي استضافت المملكة قمتها الافتراضية، وإنما بين دول العالم كافة لمواجهة الخطر الذي تمثله جائحة كورونا. زعماء مجموعة الـ20 الذين يمثلون أكبر اقتصادات العالم تعهدوا خلال قمتهم الافتراضية بأنهم لن يدخروا جهداً في التمويل لضمان وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى جميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله، فضلاً عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة. وكذلك تعهدوا بمحاولة تخفيف أعباء الديون عن تلك الدول للمساعدة في عودة التعافي للاقتصاد العالمي الذي بدأ في النهوض، وإن كان التعافي لا يزال متفاوتاً وغير مؤكد بين دول العالم إلى حد بعيد، ولا يزال عرضة لمخاطر سلبية متزايدة في ظل موجة ثانية شرسة من تفشي الوباء. فبحسب الإحصاءات فإن فيروس كورونا قد عاود هجومه بصورة أشد من موجة التفشي السابقة، إذ تسجل دول العالم تصاعداً قياسياً في أعداد المصابين والمتوفين من جراء الإصابة بالفيروس، الأمر الذي اضطر بعض الدول إلى العودة إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول، وإن كان ذلك بحذر شديد وفي أضيق الحدود مقارنة بالموجة الأولى. وبحسب الخبراء فإن ذلك الحرص والحذر ينبع من خشية الوقوع في أزمات اقتصادية طاحنة قد تمتد تأثيراتها السلبية على الدول لأبعد مما يؤثر تفشي كورونا. وفي ظل الحديث عن إمكانية توزيع اللقاحات ضد الفيروس خلال الأسابيع المقبلة، يبرز التساؤل عن مدى وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بشأن عدالة التوزيع، وعن مدى نجاح تلك اللقاحات في وضع حد لتفشي الفيروس في أنحاء العالم.